السلام عليكم ورحمة الله. رافع معكم، جيت نعطي برك كامي من 1665، هذا حبيبنا في اليوتيوب، قالك محسوب عطيني لابروف باللي إسرائيل راهم يساندوا في الجيش الحر هذاك، ولا يسموهم كما تحبوا المجاهدين، ولا كما تحبوا نتوما. صافي قال لي عطيني لابروف باللي راهم معاهم وكذا. دوك تسمع هذه الفيديو هادية ونشوفوا لا كان راهم يعاونوا فيهم وقابلينها ولا لا باش نعرفوا الحقائق وراهم رايحين. اسمع مليح، اسمعوا مليح، هذه هذا التميمي عبد الله التميمي مفتي تاعهم تاع حلب يهضر مع التلفزيون الاسرائيلي، عندها مده على كل حال هذه بصح اسمع هو. قال بحسب زعم المعارضة السورية الجهة التي تقتل الأولاد هي إيران وحزب الله. تحدثت مع أحد قادة المعارضة، والطبع هو منفي خارج سوريا، واسمه عبد الله تميمي وهو إمام من حمص. لنستمع إلى المحادثة التي أجريناها معه. We're not afraid to talk so freely and to talk to us. You're not afraid that the Syrian government will try to get to you, will try to harm you or your family. There are about $5 million of dollars a reward to kill me by Hezbollah itself, because they think that I am the spiritual leader of the Sunni resistance and the Sunni fighters, the freedom fighters. Now every Syrian man, every Sunni Syrian man, looking at Israel, and this is the reality. Israel, it is not our. كنت قرأوا إسرائيل ليست عدوان الحقيقي. أسمعوا مليح. Real enemy, and it never been our real enemy. That's the media of the regime, just to make an excuse to take all the rights of the Syrian people by the name of the war against Israel and liberating Palestine. And every Sunni knew this. ما هذا راه يهضر باسمكم، صافي دير باسم السنه، اسكو تقبلوه يكون ما عندكم السنه ولا ما يكونش؟ هذه لا كيستيون، جاوبوا عليها. It's reality, no, it's reality very well. And we all know now we are in the same front with Israel. اكو تشوفوا قال لهم نعلم باننا في الجبهه نفسها مع الكيان. Against this barbarian killer, and we are calling the state of Israel. نحن ندعو اسرائيل. To support the demands. And the rights of Sunnis in حقوق السنة في سوريا. صافي بدي نشوفوا الطائفية كيفاش، زعما السنة برك حقوق السنة. Syria and Lebanon to get their freedom. Abdallah and Israelis ask themselves, if President Assad is taken off power, will the Sunni majority make peace with Israel? Because we see what's going on in Egypt, and Israelis are afraid that we are going to see the Muslim brothers and more hatreds again. No politicians, no Sunni politicians in Syria. They've been eliminated, all of them, by the regime. In Syria, to recreate a political leaders in Syria, a politician, to recreate the law and order, to recreate the state, because now we are in Syria. We have no state, no politicians, no nothing but the Iranian militias and their agenda for killing and more killing. Abdallah Tamimi, thank you very much for talking to us this morning. We hope that there will be a solution soon, and we hope that there will be peace soon. Thank you very much. Have a good day. Voilà. هذه يا صبدير سي كيما يقولوا بون. هاد لا فيديو شفتوها تعرفوها كي بومبارداوها اسرائيل، ما كان لازم نوريها لكم وكاع شفتوها. صافي هادو باش تعرفوا خويا كامي، يعني جبت لك نظره صغيره برك هكذايا باش تعرف شكون هو عبد الله التميمي. روح ديروا سيرش عليه تعرف شكون هو، كيفاش يهضر مع التلفزيون الاسرائيلي بالحزب الله. انتم تقولوا بلي حزب الله علاش يدخل كذا، لوك اللي هو يدخلوا روحهم يا با بروبليم، ومتفاهمين معاهم وكاين واحد. دوك نزيد نعطيك كيما يقولوا نظره واحده اخرى. هذا الشيخ العرعور هكذا يناشد اسرائيل، قالنا نسمعوا الشيخ العرعور كيفاش يناشد اسرائيل. افتحوا المستشفيات لك الله يهديكم الى هذه الدرجه قست قلوبكم، لك الى هذه الدرجه وصل جبنكم. افتحوا المستشفيات، اعطونا ثمن اكفان
يا جماعة خير حتى مداواة الجريح هذا في عرف. يعني أنا وإلا أنا أرى أننا نناشد إسرائيل، أنا أقول نناشد إسرائيل على ساعة أسهل يطلعوا يعطونا. أقول سمعوا هذا العرعور مفتي ديالهم نغنوا كاع به، قالك نناشد إسرائيل. تسمع راك تسمع خويا كامي، سمعوا مليح يا خاوتي كيفاش راهم يرقدوا فيكم ويدير لكم في الشكا في راسكم. وهادو كاع راهم بروسيونيست، هادو كامل كامل كما كنتو تشوفوا فيهم. اسمعوا نحن اذا كان اذا اتصل الامن ناشده بس انه يداوي الجرحى. بس هل سيسمح الجيش السوري بان يعبر الجرحى عن طريق الجولان؟ لا 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 ما يسمح والله، يخشى انهم تسمى الجيش السوري ما يسمحش باش يقطعوا الجولان. صافي ديرو كان يسمح للجيش السوري يروحوا يقطعوا الجولان ويداوي في اسرائيل. هذه باش تكون عندكم نظره برك صغيره هكذايا على الهضره اللي كنت تقولوا محسوب الحزب الله علاش يتدخل وكذا من عليك. دوك ندير فيديو ان شاء الله ونعطي مون بوين دو في كيفاش راني نشوف الحاله استراتيجي كامل، ومن بعد كل واحد يقول واش يحب، كل واحد ياخذ الموقف اللي يحب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.